خطأ طبي هذا ما قاله والد زهراء ذات 7 أعوام بعد إجرائها عملية كبرى لقلع اللوزتين في إحدى مستشفيات كربلاء الحكومية، تسببت بمفارقتها الحياة وتركت خلفها دموع ذويها الذين طالبوا بمعاقبة المتسببين بوفاة ابنتهم. السبب هو أكيد خطأ طبي والمقصر الكادر اللي أجرى العملية والكادر الأخص الكادر التخدير. أطالب وأناشد رئيس الوزراء المحترم وأتمنى يسمع صوتي أو ينظر بقضيتي، أريد حق بنتي زهراء، لأن زهراء ما بيها شيء. لو بيها شيء أقول إيه صدق أمر الله، بس زهراء ما بيها شيء. عمليتها قالوا سهلة، بس أثاري سهلة تروح مو سهلة عمليتها. أما إدارة المشفى قالت إن العملية كانت ناجحة، إلا أن مضاعفات ما بعد العملية حالت دون السيطرة على وضعها الصحي، وتم تحويلها إلى ردهة الإنعاش لتلقي التدخلات الطبية اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة. تم إجراء عملية كبرى لها اللي هي قلع اللوزتين، بعد نصف ساعة من بقائها بالردهة الكادر التمريضي والأهل انتبهوا إلى انتكاسة صحية عندها، على أثرها تم نقلها إلى العناية المركزة في داخل المستشفى، ولكن شاءت الأقدار أنه تنتقل إلى رحمة الله. انتهت حياة زهراء، وما بين ادعاء عائلتها ورد إدارة المشفى، سيكون تقرير الطب العدلي هو الفيصل في هذه القضية. من كربلاء جاسم الهميم، التغيير.